اول حاجه احنا بس اجواء ليليه النهارده علشان احنا طيارتنا الفجر عشان كده حاجه بالليل. ماشي اجهز المغامره النهارده جدا. وانت صغير شويه غامرت عشان تشوف حبيبتك فعملت واحده ست ورحت خبطت على باب البيت بس مفاجاه ان باباها هو اللي فتح. احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. ولا حاجه كنت مش عارف اشوفها فعملت كده فعلا وخبطت على الباب عندها فباباها اللي فتح فسالته على عنوان تاني خالص وما صدقت انه قفل الباب ومشيت. بما ان باباك مهندس طيران فانت اكيد لك مغامرات كتيره في الطياره. بص انا بابا عشان مهندس طيران فبالنسبه له الطيران حاجه عاديه جدا. بالظبط. فاتعودت اني اول ما اطلع الطياره انام. ايه ده اسمعنا؟ اي يعني وقت ضايع في حياتك انك طاير فنام. اوكي. فاحيانا مثلا بيبقى فيه تربلنس ولا الطياره بتتهز ولا مطبات هواء مش طبيعيه او حاجه زي كده لما كنت ببقى قاعد جنبه وانا صغير كنت ببقى قلقان شويه فهو كان يروح عامل لي كده على رجلي يقول لي نام. طب خد بالك انت مش هينفع تنام النهارده انا قلت اقول لك بس. لا مش هينفع لا ما تقلقش. عرفت الناس على السوشيال ميديا على حمزه ابنك بس ما حبيتش تعرف الناس على شريكه حياتك لما اتجوزت. مش عايز تغامر وتدخل الناس في حياتك اكتر من كده ولا في سبب تاني؟ بص اول سبب خالص ان هي مش حابه وده بالنسبه لي بصراحه يعني حاجه تحترم جدا. تاني حاجه للاسف احنا عندنا السوشيال ميديا ممكن اي حد يخش يقول اي حاجه. وانا ما بقى يعني لحد هذه اللحظه ما وصلتش لاني اقرا حاجات وابقى عادي. فالحمد لله ان ده بيحصل والحمد لله ان هي مالهاش في الموضوع ده فدي حاجه لطيفه جدا. عاوزك تغني اغنيه بتعبر عن انت حاسه دلوقتي حالا. وماليش انا في القيامه مرسوم على وشي الابتسامه وفي اي بلد ليها علامه والبركه في حب الناس ولا عمر انا قلت عيبه ولا حصل مني افعال غريبه علشان ما تحطش في مصيبه ودايما بالناس حساس. احنا دلوقتي خلصنا اسئله دلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر بالفي ار تيست ونشوفك ايه اللي هيحصل هناك. فاطلع كداب بقى في كل البلد. يلا هنشوف ايه اللي هيحصل. يلا انت جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. انا طاير. تعالى تعالى تعالى. تعالى تعالى تعالى. هوب. امال ليه اسرع مني بكتير؟ انزل بس انزل خش يمين انا كده. هوبا. ايوه جامد 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 عايش. هو الشجر معانا ولا مش معانا؟ اوكي. كلاني انت 95% مغامر اوكي وده بيديك لقب مغامر مش سهل خالص. اوكي. تمام؟ فانت دلوقتي جاهز لتأشيرة المغامر هتاخد باسبورك وهتسلمها لهم هناك. يلا بينا. بس قبل ما تمشي عاوزك تسجل فويس نوت، الفويس نوت دي مش هنسمعها الا لما تنزل هناك. يلا بينا. ماشي. طيب هو مبدئيا كلامي قبل ما ننطلق على مغامرتنا عاوز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي عشان يعيش معاك المغامره. كان ممكن يبقى معايا ناس كتير يعني بس 90% منهم مش هيبقوا حابين يشوفوني بنط من طياره اكيد بس اللي كان نفسي يبقى موجود حمزه. طب ايه رايك بقى دلوقتي تكلمه وتعيش معانا اجواء المغامره دي وكلمه فيديو كول وشوف ايه اللي هيقول لك ايه وهي ايه اللي هيحصل. فيديو كول. يلا بينا. يلا. ازيك يا حسن؟ ازيك يا حمزه؟ انا هعمل سكاي دايف، هنط من طيارة بعد 10 دقايق. ايه ده؟ يس. طب انا عندي سؤال. اتفضل. متأكد ان ده سيف؟ يس اتس سيف دونت وري. كنت حابب تبقى موجود معايا؟ صح؟ طب يلا اي لاف يو. بحبك. بحبكم. باي. باي.